احنا جينا النهارده عن حضراتكم في قريه ذات الكوم. احنا اتبعت لي رسائل كتيره جدا على الصفحه عن محمود ماهر، الشهيد محمود ماهر، وكل الناس في حاله حزن عن محمود اللي جه وساب شغله جه يفتح لقمة عيش هنا في بلده، وعايز يشتري ارض، كان عليه دين، طلب فلوسه اللي هو كان داخل بيها الجمعيه، فاقرب صديق ليه ذبحه ورماه في ارض زراعيه عشان فلوس، والمبلغ كان 60,000 جنيه، ده اللي انا اللي بعت لي في الرسائل. فاحنا جينا النهارده قريه ذات الكوم، وجينا في شبين قناطر، منشيه القناطر، انا اسف، البقاء لله، حضرتك الخال والعم والزوجه، البقاء لله يا فندم، البقاء لله لحضرتك، البقاء لله يا امي، البقاء لله، وده ابن محمود الله يرحمه يا رب. انا مين هيحكي لي؟ ده محمود، وشاب زي الورد، 29 سنه في بداية حياته، كان عايش، هو مدرس انجليزي، كان انا بيدرس في السعودية، وجه بسبب الظروف وقال هيشتري ارض ويبتدي حياته هنا. بس للأسف هي دايما الوجع بيجي من اقرب الناس. حضرتك اللي هتحكي لنا الوضع. انا عارف ان انتوا اتجوزتوا شهر شهرين وهو سافر بعد كده على السعودية، صح؟ البقاء لله الاول. هو الحكاية كان جوزي كان زوج مكافح، عايز يعمل ويسوي لاولاده ولابنه وكده ويربيهم، ما عملش حاجة في حياته. اتفقنا على كده من اول يوم ما بنت اتجوزنا، سافر قعد معايا شهرين، وكل ده انا مستحملاه وهو عارف، وانا هو يعني ده اتفقنا ان احنا نبني لعيالنا، ما نعيشهمش في ارياف زي ما احنا عشنا، ونربيهم ونعديهم في حتتهم احنا عمرنا ما سمعنا عنها. ده كل مشكلتنا في الدنيا، انما هو لا كان سيجاره ولا شاي ولا اي حاجه، يعني انسان انسان يعني كل ذنبه في الحياه انه شخص مسالم، مسالم جدا يعني لابعد الحدود حضرتك ما تتخيلهاش. اتفقنا، جيت سنتين حصل كورونا وحصل حاجات في السفر، قلت له مش هيقدر يا محمود نكمل كده، انت لازم تنزل، انت ما عملتش حاجه لحد دلوقتي من اللي احنا اتفقنا عليها. نزل قال خلاص هقعد معاكي وهشتغل هنا وهبقى معاكي. اشتغل من نزل من 4 ل 4 اللي فات، قال هنخش جمعيه من شهر 4 اللي قبل اللي فات، خش جمعيه مع واحد صاحبي. انا ما سالتوش صاحبك مين عشان ما بحب، ما هو من يعني هو ما كانش صاحبه من قبل كده ولا يعني وشه جديد؟ واحد بيصطنع الدين، كل اللي اقدر اقول لك واحد بيتصنع الدين، واحد قاتل، قاتل لابعد الحدود، بس هو ما يعرفش. هو واحد بيجي يقول له انا عايز تيشرت منك يا محمود خد، عايز منك حاجه يا محمود خد. دخل معاه جمعيه رغم ان هو عارف ان اهله يعني ناس مش كويسه، ناس مش كويسه معروفين في البلد. إيه الراجل، جينا عند شهر 5 اللي فات او 4 قلنا هنشتري حته ارض بناء على ان في جمعيه تتقبض، وبناء ان في فلوس بتاعه سفر حوشها وكان في ساعتها السفر. لقمة العيش بسبب الكورونا والظروف بره، ما بقاش ينفع يسافر تاني ما بقى. ينفعش، بس هو ده اللي انتوا حصل. متجوزين بقالكم قد ايه؟ انا عارف من ان الشهر الجاي 3 الجاي هيبقى 3 سنين ما بيننا. هو يعني ما عملش حاجه في حياته، وان انا مستغربه الموقف، انا نزلت عليا الموضوع زي الصعقه كده على جسمي. هو يعني صعق على الكل على فكره. هو ما انا اذاش، مسافر وجاي لكم في خلال ساعه ونص عشان الموضوع صعب، بس هو برضو غريب ان يبقى من الصاحب يحصل هو الخيانه والغدر ده. اللي حصل يوميها مش ايه؟ عارفه، ما حصلتش في بلدنا، ما اكيد ما حصلتش في الدنيا على ما فكره قبل حصلتش ما كده. حصلتش ما نعرفش ما نعرفش ليه اذاه كده، ليه. طب انت فلوس الجمعيه كان 60,000 جنيه، 60,000 جنيه غير الفلوس اللي سالفها منه. هو سلف فلوس منه قبل كده، صح؟ سلف فلوس وهدوم وده كله عشان صاحبه، لكن ما يعرفش ان هو طمعان فيه، ما يعرفش ان هو طمعان فيه. كمل الجمعيه خلاص، دفعنا فلوس، بعت ذهبي وبعت كل حاجه، وبعدنا عشان تكملوا فلوس عشان الجامعة. فلوس الارض، فلوس الارض، بعت ذهبي وبعت والفلوس اللي هو حوشها في السفر عشان نشتري ارض نبني عليها بيت لحياتنا، ناسس حياتنا. بس ده اللي هو فاضل جزء منها على اقساط، قلنا له هنساعد على شهر 7 الجاي، ثواني يوم احنا هياخد اسمين في الجمعيه 6 و7، 7 الجاي انا هاخد الايه ال 60,000 جنيه على بعضهم. قال له هتاخدهم على بعضهم، ما ادالهوش اسم الاولاني ولا الثاني اللي هو ليهم في 6 و7. قال له كده سنه 3 شهور في الجمعيه، بيدي له فلوس في ميعادها، في ميعادها، في ميعادها، يعني احنا كنا بنشيلها من بقنا عشان فيما بعد للمستقبل.
طيب وبعدين بعدين انا بكلمه يا محمود ما خدتش فلوس الجمعيه، ما في ما قالش، ما قاليش ان هم هددوه ولا قال لاهلي، يعني احنا ناس مسالمه، ما قالش. قال يعني جه يوم الحد اللي هو قبل الثلاث اللي فات، هو توفى الثلاث اللي فات الثلاث اللي فات، الحد اللي قبل الثلاث، بعتن له بيهددوه. لا بعتن له الساعه 1 بالليل، 1 الا ربع بالليل، نفس الميعاد، اه نفس الميعاد دي بعته، بعتن له. انا اتفاجئت، انا كنت نايمه لسه بالليل. هو لا بيخرج ولا بيش، انا مش انت مش متخيل، هو لا بيشرب سجاير ولا ليه في اي انا شايف حاجه، ان شقه الحاجه جنب شقتكم، فانتوا كلكم مع بعض كل تتجمعوا عيلة، هنا، كل البيت حتى كلكم بيتجمع مع عيله بعض، صح مع عيلة بعض. اه عيلة يعني بيت رئيس كده يا عم. اه ده بيت احنا والده كلنا عند ابو وعند ابوه تحت في الدور الارضي، ما بيطلعوش هنا في الشقق غير على النوم بس. وكانوا بيهددوه على الفلوس دي من قبل كده وهو ما قالكيش. ما قاليش عشان ما يخدنيش عليه، وما كانش متخيل ان صاحب، يعني يعتبر صاحب جيرة وصاحب انا كل عارف حاجة ساكنين في نفس يقتل. الشارع، القاتل ساكن في نفس الشارع. انا نص الشارع والله. طيب بعت له يوم بعت الحد له يوم بالليل. الحد بالليل الساعة 12 ونص يروح له، جه من البتاع، انا بسأله في ايه، ما ردش عليا، وقاعدة قدامه نايم على الركنة، بيقول انت بتصاحبطني، انت مش قلت لي على الميعاد اروح لك، ما لقكش. ما يعرفش يا حبيبي ان هم يمكن ده نصيبه، ان هو ربنا كرمها معاه، في مرة كانوا مجهزين له كل حاجة وكرمها معاه ربنا، ما يعرفش. اه ما يعني هم حاولوا انه ينتفرايك، حاولوا انه اه يقتلوه قبليها اكيد بيومين. اكيد اكيد، ثلاث مش ايام ورا بعض اكيد اكيد، اسحبوهم من الدرس ما على تقوليش ان الكنارو واحد قتل 12 17 طعنه في 12 واحد، ما عملوش مش اي هو حاجه، ان هو طالب بحقه هو واحد بس واخوه وابوه، محمود فتحي الضويه. لا هم ثواني، انا عارف التحقيقات في النيابه، بلاش نقول نتكهن اشخاص، بس احنا ماشي. عارفين ان يعني عايزين حق محمود ماهر. اللي انا عارفه حاجه ان هو طلبوه قبلها بيومين وراح وما لقاش حد، ما صح؟ لقاش حد. فده كان برضو، انت كان بيتهيالك ان دي كانت انا برضو لما وصل خطه عليا ان هو الموضوع يقتلوه. الساعه يوم الاربع الساعه 10، اما اتوصل لي ان هو خناقه وهما في المركز بيفضوا الخناقه، انا ده اللي انا بيتهيأ لي. بتكلم على يوم الحد دلوقتي، استنى بس ما نتوهش، ده يوم الحد. يوم الاثنين ايه اللي حصل؟ يوم الاثنين انا كلمته الصبح، ما انا هكمل التفاصيل يوم الاحد. قلت له يا محمود في ايه؟ قال لي ده الراجل بعت لي عشان اخد الجمعيه يوم الاحد وما ادهاليش. قلت له يا محمود هو في حد بيدي جمعيه الساعه 12 ونص بالليل؟ طبعا عندك حق، قلت صح. له كده. رد على هو حد راح رد عليا، راح اللي حصل، رحت انا داخله نمت، كانت الساعه 1 بالليل نمت، صحيت الصبح انا كنت تعبانه، حامل جديد، انا كمان انت كنت حامل؟ حامل جديد في حامل اول شهر في حمل، في اول شهر في حمل، كان نفسه ان انا اعمل ونبقى معانا عيال وناسس عيله وناسس بيت. حبيبي ما عملناش حاجه من ده، سابني اللي الهم لوحده. قول له ماذا ما حبيتش اعمل في رمضان، انا ما اجيب اشرب انا كشري يا بقول معلم. لله ربنا يصبركم يا رب، ربنا يصبركم. انا ما اعرفش انك حامل، انا اسف. طب بلاش بلاش الحزن، حتى وهو حزن الكتب ما ده، انا انا نعيش حياتنا كلها، انا حتى يعني واحد بقول لك اخر رساله بعتها لي بيقول انا رايح اصلي العشاء، قبل ما يروح لهم، قبل ما يروح لهم رايح لهم طار متغسل، متغسل جاهز رايح يصلي العشاء. طب معلش معلش، انا اسف انا اسف، حقك عليا، بس بسم ممكن تهدي الله بس. على يوم النبي، الحد بالليل وحصل اللي حصل، تاني يوم الصبح اتكلمتوا مع بعض وما قلت كانش له في حاجه، ما كانش في حاجه، قلت له وبعتوش ولا هددوا. ما قاليش ان هو بعته له ولا هدده، قال صاحبي هيديني الفلوس. ماشي، هو اللي هو محمد. جه كلام، جيت انا رحت عند والدتي قلت لها تعبانه شويه، اروح اقعد عند والدتي اليومين دول. عاشق رحت يوم الاثنين ويوم الثلاث، يوم الاثنين بعت اتصل بيا الساعه 2 بالليل، يقول لي شوفي لي مع والدتي 30,000 جنيه ايه، على عبال ما الراجل يجمع لي فلوس الجمعيه، عشان يسدد فلوس الأرض. هو عشان يسدد، عشان الراجل ملتزم معاه بميعاد من شهر 6 و7، قال له في شهر 6 او 7 هتلاقي الفلوس كلها كامله معايا. قال لي انا كلمت والدتي، والدتي ما قالت لي استنى اول الشهر، يستنى اول الشهر يكون معايا فلوس اديهم. جيت يوم الثلاث بعت له بقول له قلت له امي بتقول لك استنى اول الشهر. جه بعد كده بعت لي رساله بالليل بقول له بتعمل ايه بالليل، بعت له رساله على الماسنجر بيقول لي انا صليت العشاء. يوم الاربع بقى ببعت له رساله تاني، إيه انت جيت، هو من طبعه بيروح الدرس يوم الاربعاء، درس تقويه للطلبه في الاجازه، بيدرس لهم انجليزي. تقويه. انا جه بقى فجاه لقيت والده بيتصل، ما تعرفش محمود فين، انا قلت يعني انا قلت في دماغي ان هو التليفون فصل شحن،
او مش هو مش موجود العادي يعني، هو مثلا التليفون في الشحن مش عنه، بس هو من عادته بيجي المغرب. يعني انت اخر كلام بينك وبينه كان بعد صلاه العشاء، وقال لك انا راح اصلي العشاء. بس ماشي. على اليوم الاربع جالك الخبر. جالي الخبر الساعه 10 بطلع ابوه بيتصل، هو محمود فين؟ قلت له محمود ليه في الدرس؟ ما انت عارف يا بابا ان هو في الدرس. قال لي ده ما بيردش عليا، ومن عادته ما بيردش عليا ومش هنشحن التليفون. قلت له يمكن ناس الشحن. وفعلا كان ناس الشحن، ده اللي طمنا يعني، ناس الشحن التليفون بتاعه بس شحن. اتاري هو ما راحش غير مع الشحن ومعاه مفاتيح الدوار، وراح لهم هناك الساعه 1 الا ربع. وقبلها بالليل برضو يوم الثلاث برضو اخويا جالي من، كان بيتمشى كده هو واصحابه بالليل، راح قال لي ده محمود قابلته الساعه 1 الا ربع طالع على الشاح، بعت لك سلام انت واحد. ده اخر حاجه 1 الا ربع بالليل برضه طلبوه تاني يروح لهم في حته مقطوعه. اديني بقى تفاصيل يعني. هي الاستاذه الحقيقه الزوجه قالت كل التفاصيل لغايه اخر مكالمه بينهم. هم انا اللي انا شفته، انا شفت ثواني يا امي، انا شفت صور يعني اللي تم الاعلان عنه ان هو ان هم مسكوه في المهندسين. الكلام ده كان بعد العصر. مهندسين؟ من المهندسين، قبضوا عليه من المهندسين. محمد كان هربان. محمد الجاني. مش حضرتك بتتكلم على ان انا بتكلم على يوم الواقع، بحكي لي بعد كده. طب خلاص قول لي خلاص محمد ايه اتقبض عليه من المهندسين يوم يوم الاربع بعد العصر. بعد العصر بعد وهو ارتكب الجريمه يوم الثلاث بالليل. الجريمه كانت يوم الثلاث بالليل. دي سرعه تحرك من قبل لا سرعه تحرك غير عاديه. هو حضرتك احنا انا كنت جاي من الشغل الساعه 10 ونص صباحا يوم الاربع. مجرد وصلت البيت لقيت الاولاد في البيت، انا بيتي جنبيهم هنا، احنا كلنا اخوات وكلنا لينا بيت، كل واحد له بيت جنب بعضه. فلقيت اولادي بيقولوا ده في قتيل مذبوح على في ارض زراعيه على الشارع. لا اله الا الله. الاطفال شافوه؟ الناس شافوه؟ لا الناس شافوه، الناس شافوه. كل الناس عارفاه، بس بيقولوا ايه ما حدش اتعرف عليه وهو مش من البلد. انا شفته ما اتعرفش. مش من البلد. ليه ما اتعرفتش عليه؟ انت مش من صحابه؟ بقول لحضرتك ان شوهين وشه كل حاجه فيه، ضربينه اكتر من 17 طعنه. فحضرتك يعني احنا طبعا ما خدناش ولا ادينا، لان احنا ناس مسالمين اكيد، وما عمرناش عملنا مشكله مع اي حد. وكنا كمان يعني انا بغض انا خلينا في الترتيب التسلسل يعني من الساعه 10 ونص. فحضرتك يعني انا احنا ما خدناش ودينا، مش متخيلين ان واحد ابن اخويا او ابني او ابن حد من العيله طبعا يعني ممكن يكون هو اللي في الموقف ده. فقعدنا ندعي والله يصبر اهله. ما تعرفوش ان انت ده من لحمكم من ولا حد قال لنا اي حاجه نهائي. انا حضرتك الساعه واحنا بنتعشى بعد المغرب لقيت برضو الايه الاولاد في البيت بيقولوا ده قبضوا على محمد محمود فتح الدويب، وقالوا ان هو ده الجاني. وانت برضو ما تعرفش ان هو ده محمود خالص. ماهر ولا اعرف محمود ماهر ولا اي حد ولا ابوه ولا اي مخلوق يعرف من العائله. جينا كنا في ابن خالي كان توفى قبلها، كان يوم من يوم السبت، فكنا قاعدين في العزاء. جالي تليفون من اخويا الساعه 10، اخويا جمال، قال لي ده في صور متداوله لمحمود ماهر. محمود ماهر عمل حادثه وتوفى، عمل حادثه وتوفى. احنا قلنا ممكن يكون حادثه عربيه وبتاع، فاتصلت بوالده لقيت والده بيقول ده انا جاري على المركز عشان نشوف فيه ايه. فجرينا حضرتك رحنا كده بقى بس احنا النهارده جايين واحنا طيب ده عشان حق محمود محمود ماهر. وطبعا احنا مش محتاجين ان احنا يعني نعزيكوا ان نواسيكوا، يعني ده يعتبر شهيد يا رب يعني، وربنا يتقبله ويعني يسكنه فسيح جناته. هيك عندك محمود وعندك احمد ده الاكبر. احمد انت ما تعرفيش محمد اللي قتل محمود ابنك؟ ما تعرفيش؟ مش يعني انتوا جيران وانتوا في قريه. مش مصدق عشان بيجي ياخد هدومه وياخد لبسه وواخد منه فلوس سلف، والله ابقى ادها لك لما تقعد. تعرفي اهل محمد دول؟ تعرفيهم؟ في بينكم تعامل؟
احنا ما بنتعاملش مع الناس دي خالص، احنا ما بنتعاملش مع الناس دي، يا الناس دي حدش يتعامل معاها اصلا. ليه؟ هل هم بتوع مشاكل ولا ايه؟ ما بنتعاملش معاهم خالص ولا لنا، لو سلام عليكم في السكه بس خلاص، لا مالناش دعوه خالص في حياتي. البيت ده حضرتك معروف في البلد، مالناش دعوه الناس، ما حدش بيقبلهم اصلا في البلد. بيت مش سوي، العالم دي ما حدش بيكلمك خالص، عالم مفترين، ما حدش بيكلمك. بيعملوا مشاكل في المنطقه، ما اعرفش، ما بيقبلوش نفسهم لما مش يقبلونا احنا. محمود اللي كان بيصلي فرد بفرد، ده محمود كان بيشتغل يروح اعدادي يجي يقعد اليمن، يروح البنزين يمسح عربيات عشان ما ياخدش من ابوه جنيه، عشان يصرف على نفسه، ويقول الا ابويا يشتغل ابويا يما الثلاث بنات يصرفوا منه، انا مالكوش دعوه بيا، امال انا جيت الدنيا ليه؟ مش جيت عشانكم؟ اقول له يا ابني هو بيساعدك، يقول لي لا يا ابني اقعد ذاكر، يقول انا بذاكر، يجي كيف طول الليل على الطبليه يقعد يذاكر ويصبح يروح يشتغل الصبح ويجيك. دخل الجامعه برضه يغيب اليوم والاثنين ويروح يشتغل برضه مع واحد زميله في سوبر ماركت، يشتغل في المحطه، في اي حته يشتغل فيها، لغايه زمايله لما كان بيشوفه راكبين عربيات حلوين كده ويجي يمسح لهم العربيات ومهونه، وكان يتكسف ويدور وشه منه. واقول له يا حبيبي اخر يوم الاثنين ده، وبقول له يا محمود ما جبتش الجنب، يقول لي ياما ما تعرفش تصرفين في فلوس عشان الجامعه، قلت له زي بعضه يا ابني، يمكن ناقص اسمه ولا اثنين وهيجيبهم لك، اصبر يا محمود معلش يا ابني. قال لي ياما ده هددوني، بيقولوا لو رحت رديت على احمد عبد الحي احنا هنقتلك. هو عشان انت كنت هتكلموا كبارات المنطقه، كنا هنتكلم احمد عبد الحي كنا هنروح نتكلم احمد عبد الحي الدوي، قلت له خلاص. قال لي ياما ما تقولش قدام ابويا كبير العيله، هتكلموا كبير العيله خلاص لسه راجع دلوقتي. حاولت ان اقول له بس ان مجرد ناخد ليك صوره، مش قادر مش قادر، واخوه منهار برضه تحت دلوقتي، ما 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 مفيش، ما ولا فيش ولا نور، الوضع صعب. طب انا اسالك سؤال، انتوا ليه ما حاضر ثواني يا والدي، حاضر يا فندم، ليه ما انتوا يعني العم والخال وحضراتكم ليه ما وقفتوش مع محمود في حته الناس ديت والفلوس؟ ما كانش جاي لكم سيره، محمود حضرتك مش عايز ضرائب، حتى لو نسيبه يا ريت نسيبناه. محمود عصامي على الرغم من انه ليه اصدقاء كتير ومتفتح على كل العالم، الا انه في المواضيع الشخصيه منطوي جدا، ما بيحسش، ما يعني بيحسسش حد بمشاكله، ما بيحسسش حد بهمومه، بيشيل همومه جواه. طب انتوا هحكي لكم انه محمود اتقتل ازاي، 17 طعنه. حضرتك اللي جه من اعترافاته هو طبعا قبض عليه، اتقبض عليه واعترف، وراح اعترف واعترف ان هو مع سبق الاصرار والترصد، وان هو كان مجهز. هقول لحضرتك التفاصيل، مجهز قبلها من يومين فعلا، زي ما الزوجه كانت قايله قبلها بيومين، مجهز قبلها لا اله الا الله، يعني فعلا يوم الاحد لما نزل ربنا كان كاتب ان هو يتوفى الثلاث مش الاحد. لا اله الا الله. فحضرتك ايه، هم اتصل عليه الساعه حوالي 1:15 وقال له تعالى هديك فلوسك في مخزن بصل جنبينا هنا على الرشاح لما يسحبوا للزريع، يسحبوا للزراعة. فطبعا ايه عشان يخرج بره ارض زراعيه، ارض زراعيه محدش يعرف، ارض زراعيه محدش ايه هيبان فيها. المهم حضرتك هم ما يلاقوهمش ولا يدفنوهمش، محمود فتحي وعياله الاثنين واولاد اخوه الاربعه، حسبنا الله ونعم الوكيل في جدتك. ربنا يصبرك يا امي، ربنا ولاد محمد الاربعه ومحمود وعياله الاثنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يصبرك. خلينا نسمع بس الاستاذ ثاني حضرتك. كلمه 1:15 قال له تعالى لي في مخزن البصل. تمام. وبعدين لا راح له على الرشاح. من اعترافات الجاني ان هو كان واخد معاه سكينه وخنجر. لا. طيب الواخد لوحده ولا مع حد؟ هو اعترافاته ان هو لوحده، هو عايز يشيلها وعايز يشيلها لوحده. علشان حضرتك، علشان حضرتك جسمه مش ضعيف. ما انا بقول لسعادتك هو عايزين او باتفاقهم مع بعض هناك ان يشيلوها لواحد علشان مش اكتر من واحد يتعدم، خدت بال حضرتك؟ فهم ايه استغربوه، واخد معاه سكينه وخنجر، واخد ملابس علشان بعد ما يقتلوه يغيروا له ملابسه. فاحنا حضرتك غيروا ملابس القاتل محمود، القاتل ومحمود واخد ملابس القاتل، واخد ملابس القاتل، واخد ملابس ليه القاتل، واخد ملابس ليه، وواخدين ملابس لمحمود الشهيد الله يرحمه. فحضرتك هم الولد قال ان هو ايه، ان هو طعنه. طب يعني ايه طعنه؟
اللي بيقتل واحد ده هو بياخد مثلا سلاح واحد، هو مش معلش مش هيقتل ويسلخ، هيطعن حتى حضرتك، هيطعن طعنه، هيطعن اثنين وهيستكفى. انما حضرتك 17 طعنه على في اماكن متفرقه من الجسم، في ظهره وفي رقبته وفي صدره وفي بطنه، ازاي فرد واحد، ازاي فرد واحد حضرتك يقدر يعمل كل الحاجات دي؟ ويعمل كل الحاجات دي ليه؟ هو في مواجهه واحد، انا بقتل واحد، يعني انا في المواجهه ليه؟ ايه اللي هيخليني اضربه من ورا؟ ايه اللي هيخليني اضربه في رقبته من ورا؟ تحليلات النيابه هتجيب كل واحد ورا الموضوع تمام ده. تمام حضرتك، واحنا واثقين 100% تاني يوم على طول محمد يجي، فده معناه ان احنا تمام يا حضرتك، قبضوا على الجاني في نفس اليوم قبل ما احنا نعرف، وده نشاط غير عادي يحسدوا عليه رجال المباحث امام الله. واحنا حضرتك احنا بنثق في رجال المباحث في رجال النيابه ان هم هيجيبوا لنا حقنا، احنا ناس مسالمين وناس نعرف ربنا ومش هناخد طرنا بايدينا. احنا في احنا حضرتك احنا في احنا في مجتمع قانون، واحنا في بلد مؤسسات، احنا ما احناش همج. اذا كانوا هم همج وقدروا ان هم ما يسيطروش على نفسهم ويرتكبوا جرم زي ده ويقتلوا شخص زي ده بدم بارد، احنا مش هنقدم على اي حاجه زي كده. بص انا الموضوع يوجع والموضوع خضني على فكره، وانا عايز اقول لك انا من امبارح سواء على الفيسبوك او على الانستجرام او في اي حته، محمود ماهر، روح لمحمود ماهر، هات حق محمود ماهر، محمود ماهر وعايزين حقه. فانا بقول لك بما يرضي الله والله، وكميه ناس بعت قد كده. فجينا النهارده وانا الحقيقه الموضوع تقيل على قلبي، 29 سنه والزوجه حامل والطفل صغير، فده حاجه توجع، والنتيجه الولد بيطلب بحقه فيقتلوه عشان 60,000 جنيه، يتحرق الفلوس ويتحرق كل حاجه. ثواني يا ولدي يا فندم، ثواني ثواني يا ولدي، كان اخدهم على رايي، كان يا ريت هم قالوا هيموتوا. لا هو مثلا هم عملوا كبير، لو هو كان عندهم ناس واصله في مناصب، مفيش حد واصل فوق الحاجات دي يا هو اتقبض عليه، مفيش حد واصل. الواصل هو المولى عز وجل. اللي ما احنا نعرف، وده نشاط غير عادي، ده اللي مطمنا، ده اللي مطمنا ان الناس هتجيب لنا فعلا، هتجيب لنا حقنا. احنا قافلين بابنا على 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 نفسنا. وحضرتك لو كنت شفت الجنازه كانت عامله ازاي، احنا ما رضناش عندنا البلد كلها بتبكي عليها. احنا مش على قدنا، احنا بس اللي عائله محمود، ان احنا مش بيت محمود ولا عائله محمود، ده جرح للبلد كلها، البلد كلها لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا. احنا جينا حضرتك من المشرحه، رحنا الجبل لقينا البلد كلها تمن، وجايبين قاعدين من الصبح وجايبين مبردات ميه عشان يقعدوا مع بعضهم ويشربوا ميه ساقعه عشان الجو الحار، وما تصورش حتى كان تدافع الناس عامل ازاي، والناس كانت حاملت عامل ازاي. عايز صحاب محمود، تعالى الناس مولعه. تعالى معلش على اذنك، بس انا مش عارف اتحرك. ممكن حاجه تفضلوا هنا، تعالى بس، تعالى اتفضل، تعالى. انتوا صحاب محمود من زمان صح؟ معلش قالوا دي مع بعض. تعالى اقعد بس عشان الكاميرا، اتفضل اتفضل. سابك يا محمود. لا انا اسمي محمود على اسمه اصلا، هو اكبر مني بسنتين. اكبر مني بسنتين، ساب مني محمود على اسمه. الله يرحمه، كان نفسي ابقى زيه. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب. انت اخر مره شفت محمود امتى؟ الله يرحمه يا رب. هو متوفى وما عرفتوش قدامي كده. ما عرفتوش ليه؟ ما عرفتوش، كان مشوهين وشه، كان مشوهين كل جسمه، دراعاته بوشه كل حاجه، اكتر من 17 طعن. حضرتك انا ما عرفتوش، متربي معاه 29 سنه في الشارع، ما عرفتوش ازاي مش عارف. انا مبوظينه خالص محمود، انا ما عرفتوش. وحاج صاحبه برضه من فتره، احنا الثلاثه مولودين مع بعض، احنا كلنا مولودين مع بعض في الشارع واحد، بنقعد مع بعض وصحاب بقالنا 29 سنه. انا ومحمود صحاب بقالنا 29 سنه، والاثنين دول معانا. احنا ما صدقناش، البلد كلها مش مصدقه. انا بقول لك، انا عندي 28 سنه دلوقتي، محمود اكبر مني بسنه. انا على مدار ال 28 سنه ما شفتش مره بيغلط في حد، ما شفتوش مره حد بيشتكي منه في حاجه، ما شفتوش مره عمل حاجه غلط اصلا. على طول بيصلي، كان بيقول لنا صلوا، كان بيعمل معانا كل حاجه حلوه، الله يرحمه. كان بيقف جنبنا، ما كانش بيسيبنا خالص. ده كل واحد اللي كان بيستلف منه فلوس هو محمود ده. اللي كان بيقول لنا اي حد من صحابه كان بيستلف من محمود ده، ما كانش بيستلف، هو ما كانش بيستلف من حد، هو الوحيد اللي كان بيسلم.
ده محمود ماهر وجات من الصاحب ما جاتش من الغريب على فكرة. ودي قصته. واحنا النهاردة في ذات الكوم في منشية القناطر عشان في حالة حزن على اللي حصل لمحمود النهاردة. الله يرحمه يا رب. ربنا يصبر عيلته واصحابه وكل اهله. وتتحرق الفلوس اللي تعمل كده على فكرة. هنرجع احنا عايزين حق محمود. كلنا عايزين حق محمود وحق محمود جاي وجه وده اللي احنا طالعين ليه عشان الرأي العام عشان احنا بقى عندنا مشكلة أخلاقية عندنا مشكلة احنا القرش بقى أغلى من البني آدم هنا مشكلة احنا عندنا مشكلة دلوقتي ان انت عندك مشكلة في حاجة معينة قولها بس ما تجيش ان الروح تبقى رخيصة قوي الروح ما تبقاش رخيصة كده اقسم لك بالله لو بعته لابوه قالوا له احنا مش هنديك 60 ألف خلاص اقسم بالله ده اللي احنا بنتكلم عليه والله ما كان هيقول لا المطلوب بس احنا نثق هو تم القبض على محمد انتوا دلوقتي بتقولوا ان في حد معاه واكيد النيابه عندهم الوعي ده حضرتك انا زي ما بقول لحضرتك احنا مبدئيا بنثق ثقه عمياء في قضاء مصر وفي رجال الدوله كلها ومؤسسات الدوله كلها احنا المطلوب بس من حضرتك ان سرعه تنفيذ البلد كلها مولعه البلد على حكه بس يا جماعه معلش خلينا نتكلم بما يرضي الله ده اتقبض عليه تاني يوم ادي اجهزه الدوله حقها احنا ما تمناش اسبوع على وفاه محمد لسه ما تمناش اسبوع انا بصر محمود انا في رجال الدوله ومؤسسات الدوله كلها ورجال المباحث فعلا متعاونه معانا لابعد الحدود وقضاء مصر وان شاء الله احنا مسكنا يجيبوا لنا حقنا لكن انا بقول سرعه الاجراءات احنا بلد كل اعتمادنا فعلا على محصول البصل احنا اقل واحد في البلد عليه مليون وعليه 500000 وعليه 300000 يعني احنا لو ما لناش حل وسرعه في التنفيذ مش بنقول ان هم بيأثروا لا هم فعلا تمام لكن خايفين ان تحصل لا مفيش هيحصل حاجه ما خلاص بقى بلاش الكلام ده ولا خلينا في الشلال ب 50000 جنيه عشان ايه خلاص خلاص